هذا وأكدت لجنة الخدمات بمجلسي الشورى والنواب على أهمية التكامل مع الجهود الحكومية للحماية والوقاية من فيروس كورونا، مشيدتان بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير الاستعدادات والخدمات كافة التي يحتاجها الوطن للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين. جاء ذلك عبر اللقاء المفتوح بين أعضاء من كلا اللجنتين مع عدد من ممثلي وزارة الصحة تترأسهم سعادة الدكتورة مريم الهاجري القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة الوكيل المساعد للصحة العامة، حيث أظهرت اللجنتان جدوى عمق الخطوات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الصحة في التعاطي مع فيروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، إلى جانب سعيها المستمر في تبني الخطط الرامية إلى حماية المجتمع ودرء خطر الفيروس ما أمكن عن المواطنين والمقيمين من خلال محاصرة الفيروس والحد من انتشاره. في الإطار ذاته استمعت اللجنتان لشرح قدمه ممثلو وزارة الصحة عن طبيعة الوضع الصحي في المملكة بصورة عامة، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للوقاية والحماية من انتشار الفيروس، حيث أشادت اللجنتان بطبيعة المستوى العالي من الشفافية والموضوعية التي تحرص عليها وزارة الصحة في آلية تقديم الإيضاحات والمعلومات للرأي العام، وما يبعث على الاطمئنان لكل الخطوات الاحترازية التي يتم تنفيذها على مختلف المستويات. وفي نهاية اللقاء ثمنت اللجنتان فحوى قرار الصائب المتمثل بإيقاف الدراسة عن المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات التعليم العالي لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية. أنا عندي شيء مهم بوصل للمواطنين، عدم أخذ المعلومات من أي طرف، في هناك لجنة مختصة قايمة بدورها من أحسن ما يكون، وإحنا ما نبي نأول في أمور قد تضر البحرين. البحرين بلد غير موبوء، الحالات كلها اكتشفت في المطار فقط، مو موجود الفيروس أساسا في داخل البحرين، فهذا شيء يبين حرص الحكومة أنها هي كانت إجراءاتها جدا دقيقة. التقينا ويا وفد من وزارة الصحة لشرح تطورات مرض كورونا، طبعا الأمور من قبلهم جاءت مطمنة للغاية من حيث الاحترازات اللي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل الحفاظ على أمن الصحي في مملكة البحرين. كان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو توضيح الوضع المحلي في مملكة البحرين بما يخص فيروس كورونا COVID-19، وأيضا الاطلاع على مدى استعداد مملكة البحرين للتعامل مع هذا الفيروس. لله الحمد كان المؤتمر جدا مثمر، حيث طرح النائب السادة النواب العديد من التساؤلات حول الحالات وكيف تم اكتشافها، وحول المخالطين وكيف تم التعامل معهم، وإن شاء الله نكون وفقنا فعلا في نقل صورة واضحة لممثلي الشعب من خلال هذا المؤتمر.